انت ايه اللي اخرك كده؟ رحنا انا وبابا للست سنية المؤذية دي، رفضت تطلعنا ومنعتنا بالبواب. اللي غرزني بقى ان الواد النيتن سمير ده عارف ان احنا في الشارع وما طلش حتى. مش هتتغدى؟ لا مش واخد بالي صحيح. هو ايه اللي طبخاه؟ ميت من الجوع. يعني مفيش حاجة لفتت نظرك؟ لا فيه ريحة بامية باللحمة الضاني. بامية؟ ده انت العلقة اللي كلتها أثرت على عينيك ومناخيرك، وبعدين ده محشي. محشي؟ طب ما تجرفي لي طبق بامية. حسان مش عارف كده، عايز اخش اريح واغير. قولي ايه اخبار المصلحة؟ والله ما اعرف، بس يظهر ان سيد بيه بعد اللي عملته مع مراته وهروب البت راح ايه؟ هي مين اللي هربت؟ شفتي كنت حنسى اقولك. سيبك بقى من اللي كنت هتنساه دلوقتي وقولي مين اللي هربت يا حسان. بلبل يا حبيبتي، هنا مش هنعرف نتفاهم لان احنا واقفين في الصاله والصاله جنب السلم والدنيا نهار والصوت بيسري. ما تيجي نخش نتناقش جوه في الدفا. وهتقول الحقيقه ومن غير ما تمد ايدك. مش همد ايدي. الواد بالداري بعته مشوار للبيت، خدوه دوكه ودهولوه في الكلام، لا فهم حاجه ولا فاهمني. ايوه معلم، المره دي بقى انا هروح انا بنفسي. انا عايز اشيع مسعد. ايوه تشيع مسعد، بس برضه يبقى تحت طوعي. ماشي، بس من غير ما تعملوا فيها حاجه. ازاي يا معلم؟ ما هي برضه لازم تخاف. لا مش عايز خوف، المره دي هنعمل ملعوب جديد ولازم الملعوب ده يخش عليها. انا مش فاضي بقى، عايز اخلص بالحكايه دي عشان افضل عبد المكواجي والسفت مرزوق. ايه حكاية الأيام اللي معلقة على لسانه على طول دي؟ والله ما أنا عارف، لا حد عارف يكلمه ولا حد عارف يسأله. ما أنا قلتلك مش هتخلص من ذنب خليفة ولازم أكون جنبك. هعمل إيه بس يا مسعد؟ ما أنت عارف كل حاجة، المعلم مطوع وخلاص، دبسني في حتة بيت ولا الأبلسة، وفي الآخر طلعت أنا اللي غلطان، مع إني إيه؟ نفذت كل كلمة قالها المعلم. واشتريت ولا بعتش. ده باين عليها بقت خيبه يا بنداري، حتى كمان الادوسي ابو سجاره وكوبايه ما راحش الكباريه امبارح زي عوايده، ومن الفجريه ورا المعلم طحاني من مزاد لمزاد. ايوه صحيح، كل ما اساله يقول لي وانت مالك. الله، ده احنا بقينا ملطشه اللي يسوى اللي ما يسواش. حتى مرزوق ابن الدلاله منع كمان الادوسي من الصرماحه زي ما وعد المعلم. انا بنفسي شفت ابوه وهو بيتلاوم المرض في المخزن قبل ما يبرك، يبقى ليه لا؟ طب ما نلحقه عمي وهو لسه في الروح، ولا امور الدروشه دي دخلت عليك؟ وانا عرفت ان نصحي وكلابه طايحين في المغربلين بناسها، وخصوصا بعد ما عرمش ايده عنه. الله، طب ما هي فرصه نروح لنصحي ونخلص منه القديم والجديد. كده غلط، كده الترتيب كله اتلخفت. انا ترتيبي غير كده خالص. ترتيب ايه بس يا عمي؟ ده انت منعت الادوس يكرر اللي عمله مع بنت الداتوري. والله انا خايف لا ياخدك باللين ويصاحبك بعد ما وصل له انك مش ساكت. يا لفه مالك، الادوس لسه دوره جاي، الشغل الجامد لسه هيبدا بعدين، وساعتها هبقى اشوف كل بقى في فيكو هيعمل ايه. نهار اسود، المعلم ورحمه ابويا وامي ما عملت حاجه. اللي حصل لحسان حصل لي زيه وزياده يا معلم. سيب بقى الكلام ده دلوقتي، انا جاي لك في سبب تاني. سيبيني اقعد على الكرسي. دلوقتي يا بنتي انا قلت اجي لك احكي لك حكايه صغيره كده على ابويا الله يرحمه. ابويا ده كان راجل ولا كل الرجاله، احكوا لها عنه. ما كانش له زي في الهيبه والطله ولا هجمته على الرجال في ساعة شدة. لا ولا معرفته في الناس. ايه؟ الطيب يديله حقه والملعون يقطم رقبته. ابويا ده الله يرحمه زمان انا فاكر حكاية عنه، انا كنت عيل صغار كده،
كان عندنا في البيت قطة بس كانت مروعة ومجنونة وغطارة، كانت بتاكل في الحمام بتاع الدار اللي أمي كانت مربياه. كنا كلنا متغاظين منها. جه أبويا في يوم وحطها في دماغه، قفل أوضة ودخلها فيها وقال لي اقف على الباب، اقفل ورايا الباب لما اخش، وخد في ايده النبوت بتاعه. وخلي بالك النبوت بتاع ابويا ده كان ينيم بلاد، كان يضرب شلبات ورجاله يجيبهم الارض. دخل ورا القطه وقفل الباب ونسمع صوت جري وعراك، ابويا يخبط بالعصايه والقطه تصرخ، يخبط وهي تصرخ، وفجاه سمعت صرخة من أبويا لا عمري سمعتها قبل كده ولا سمعتها منه بعد كده. أبويا اللي بيصرخ مش القطة، وبيزعق افتح الباب. جريت فتحت الباب، القطة ما صدقت وجريت من الباب، ولقيت أبويا خارج. أبويا كبير الطحاني اللي عنده الهيبة دي خارج من الباب والدم بيشلب منه. ما هو من إيه؟ أبويا استصغر القطة، ما عملهاش حساب، قفل عليها كل الأبواب والشبابيك، ما لقيتش غير إنها تهبشه، خبرته. ومن يوميها وأنا الحكاية دي في دماغي. يعني عايزني أفتح الباب وأهرب؟ تهربي خالص، ما أشوفش خلتك، يكفيكي كام وما أسمعش اسمك تاني أبداً. يا نهار أسود، أتاوى يا معلم؟ مش فاهمك يا خليفة. شفتي؟ مش مصدقين، فاهمين إن أنتي غبية، بس أنا عارفك، أنتي بنت ناصحة، هتفكري فيها. قرشين في إيدك دول هيخلوكي تاكلي كويس، لما تتملي المعدة ويرتاح البدن، العقل يعرف يفكر كويس، ساعتها مش هتحبي تخسري حاجة من اللي كسبتيها. طب ولما تخلص الفلوس وترجع للملعنة تاني؟ متعملش حساب من دلوقتي كده، احنا دلوقتي بنقدم السبت بس. وكل ايام الاسبوع تحت امرك يا معلم. طيب هديكي 200 جنيه ايه اقولك؟ يا جاه النبي، 200 جنيه في علقه؟ مش بس كده، انا هديكي 100 كمان عشان يبقوا 300، عشان اريحك على الاخر. فيهم من عندي 200 تانيين خالص، دول عشان حاجه تانيه بقى، دول عشان تسامحيني من قلبك. انا محتاج انك تسامحيني من قلبك عشان اللي عملته فيكي واللي عمله فيكي الواد الغبي ده كمان. وخلي بالك دي اول مره تواعد مع حرمه في حاجه زي دي، اوعي تخلي بيا. كمان في رجاله كبار معلمين مفروض انهم بهيبه وشنبات وما عملوش معايا كده، خليوا بيا، مع ان انا بعمل ربنا سبحانه وتعالى، وطول ما بيني وبين ربنا عمار، الدنيا كلها ان شاء الله هتبقى عمار.